ايش بقدر اعمل اكثر من هيك؟ بقدر اشد الجروبينج هذا اعمله اكثر، اتمادى فيه، بقدر اتمادى بالجروبينج. ايش ممكن اعمل؟ يلا تو سيكتورز تحسن عندي اتش، اكيد تحسن اتش للي تحت، تحسن شوي صغيره للي فوق. اس اكيد نزل لانه صار مبني على ان، مقدارها 6 مش 12، فصار ان على اس، فان افكتيف هي ان على عدد السيكتورز. ايش ممكن اعمل الان؟ هل بقدر ازيد السيكتورز اكثر من 2؟ خلص لا، ما هو انا هيك راح اعمل هلا، انا بالسيكتورز الاثنين A راح يخدم هذا، بعدين راح يخدم B نفس السيكتور، C وD. فبعد ما اطلع A ويطلع A بفتح باب B، واللي بيجوا رايحين على 1-6 راح يطلعوا في B. فانا حددت A وB للسيكتور الاسفل وC وD للسيكتور الاعلى. بس هل بقدر؟ نعم. تمام، كيف ايش اعمل يعني؟ ممتاز. اذا ممكن اعمل عدد السيكتورز الان 4 يصير. فبصير عندي السيكتور الاول 1-3، السيكتور الثاني 3-6، السيكتور الثالث 6-9، والسيكتور الرابع، وانا مختار الارقام 12 عشانها بتقسم 10-12 طبعا، بس بقدر احلها حتى لو ما كانت بتقسم، حتى لو 12 ما بتقسم في عندي طريقه اني احلها. شو بعمل الان؟ باجي بقول طبعا هاي هون فيها شوي مشكله، لان لو تعطل مصعد من المصاعد او تاخر راح ياثر بشكل سيء على الها. هذه كانت احسن شوي، بس هاي شو ميزاتها الان؟ هل قديش صار ان افكتيف؟ 3 ان افكتيف. اس راح تبدا تنزل مظبوط هلا، اس راح تقدر تصير تقترب من 2.5 2، وهذا ما راح تزيد عن 3. واتش كمان شوفوا اتش قديش صارت هلا، اتش عندي هون لهذا السيكتور ما راح تزيد عن 3، اتش للسيكتور هذا ما راح تزيد عن 6، ولا هذا راح تزيد عن 9، وهذا راح تكون لسه اقل من 12، واس راح تنزل لهم كلهم. شو راح ينزل عندي دراماتيكلي الان؟ راوند تريب تايم. واذا نزلت الراوند تريب تايم راح ترتفع معي الهاندلنج كاباسيتي، الثمن اللي بدفعه ويتنج تايم راح يبدا يزيد. اذا لاحظوا هون عندي في كومبرومايز. ايش يعني بالهندسه كومبرومايز؟ لما اقول كومبرومايز موازنه، بدي اوازن بين شغلتين. هل اخلي الناس يضحوا شوي بالويتنج تايم وارفع الهاندلنج كاباسيتي، ولا اخلي الويتنج تايم كويس واخلي الناس اون فيرست كم فيرست سيرف بيسز واضحي بالهاندلنج كاباسيتي؟ ايمتى بعمل سيكتورنج؟ ايمتى ممكن الجا لفكره السيكتورنج هاي اللي موجوده؟ مش انا بفضل اضل على الفيرست كم فيرست سيرف بيسز، لكن في ظروف معينه بتجبرني اروح سيكتورنج. ايش هي؟ لما يكون مثلا الويتنج تايم مش كثير مهم يعني، او مش كثير بأثر. ماشي، ليش؟ ليش؟ ممكن ممكن يكون ما بهمش، لانه في مشكله اكبر منه. ايش المشكله الاكبر منه؟ في عندي ضغط على السيستم، في كيوز هائله عم بتصير، وهذا السيستم بطل يقدر يتحمل. رفعت انا كميه الناس اللي جايين على السيستم. هلا ليش رفعت؟ هلا بنشوف ليش رفعت، ليش تغير الهاي. اذا عندي مشكله بالكيوينج وفي السيستم مش قادر يتعامل مع الناس اللي جايين، بضطر اعمل سيكتورنج. نعم.